حلقة جديدة من برنامج الأهلي دايت. في السنين الأخيرة انتشرت حلول كتير عشان نلاقي شكل الجسم اللي بنحلم بيه. حل منهم هو العمليات الجراحية، وبنمعه ضد. تعالوا نشوف الدكتور رأيه إيه. استخدام الدواء في التخسيس واللجوء للعمليات الجراحيه، عايزين نتكلم مع بعض احنا يعني مين اللي يلجا للدواء ومين اللي يلجا للعمليه، وايه استخدامات الدواء الصحي، وهل العمليات دي ليها مخاطر. طيب خلينا نبدا من اول استخدام الدواء. ادويه التخسيس في منها ادويه امنه وفي منها كمان ادويه غير امنه، لكن الأدوية غير الآمنة هي اللي احنا بنجيبها من مصدر مجهول. في ناس بدأت تلجأ للأدوية اللي موجودة على الانترنت وبدأت يعني تشوف إعلان لدواء فبدأت تستخدمه، وطبعا يعني احنا ضد ده لأن احنا ما نعرفش مكونات الدواء ده ايه، فاحنا لازم نستخدم أدوية آمنة اللي هي بتشتغل على الإحساس بالشبع من المعدة وبتشتغل على تعلية الحرق، ودي حاجات كتير هقول لكم عليها. لكن لسه الدواء الغير الآمن هو دواء بيشتغل على المخ وبيعمل مشاكل كبيرة جدا صحية، فإذا الدواء فيه الآمن وغير الآمن. غير الآمن اللي هو الناس بتاخده عن طريق إعلان أو حاجة معينة أو من نفسها وهكذا بدون الرجوع لطبيب. الدواء الآمن هو دواء فيه مكونات طبيعية. المكونات الطبيعية بيبقى زي مادة الكروميوم، التشيتوزان، الحاجات اللي هي الجرين تي، الشاي الأخضر، الجرين كوفي، كل الحاجات اللي ممكن تساعد على تنشيط مستوى الحرق وتجيب نتيجة كويسة جدا في إنقاص الوزن. ولكن كل المكونات دي طبيعية مفيش منها أدنى مشكلة. في نوع تاني من الأدوية اللي هي الأدوية اللي بتقلل الدهون اللي داخلة في الأكل اللي فيها مادة الأورليستات 120، وموجودة في أدوية كتيرة جدا بأسامي تجارية كتير وشركات كتير. الأدوية دي ليها دور مهم جدا إن هي بتقلل الدهون اللي داخلة بنسبة 30%، يعني الوجبة اللي أنا خدتها بتقل امتصاص الدهون بنسبة 30% مش أكتر من كده. ما بتتعاملش مع الحلويات ولا النشويات، عشان الناس اللي عندها الباد كونسبت او المعتقد الخاطئ ان الدواء هاكل اي حاجه وهو هيدمر اي حاجه. الكلام ده يا جماعه مش سليم بالمره. الحاجه السليمه انه هيشتغل على كم من الدهون هيقلل امتصاصه، وده شكل تاني من الادويه الامنه اللي واخده الاف دي اي او واخده موافقه منظمات الصحه العالميه ومعترف بيها وملهاش اي مشاكل صحيه. دي أشكال الأدوية اللي إحنا ممكن نعملها. طب إحنا ليه ناخد دواء؟ ناخد دواء لو مش بنقدر إن إحنا نسيطر على شهيتنا بشكل كامل أو بنسبة 100%، فبناخد بعض الأدوية اللي فيها ألياف اللي مع امتصاص المية ممكن تديني إحساس بالامتلاء، بحس إن أنا شبعان وببدأ أقلل أكلي وببدأ إن أنا أسيطر على الجوع. ده أول سبب ممكن يخليني إن أنا آخد دواء إن أنا مش قادر أسيطر على شهيتي. الحاجة التانية هو إن أنا بعمل دايت أو ببدأ إن أنا يعني أحاول إن أنا أقلل وزني، ولكن أنا مستوى حرقي ضعيف أو عندي سبب معين بيخليني إن أنا ما بحرقش كويس، فساعتها إحنا بنقول للشخص ابدأ خد دواء علشان الدواء ده هيساعدك إن أنت يعني تبدأ تحرق، وفي نفس الوقت إن المكونات نفسها مكونات طبيعية مش هتأثر عليك ولا هتعمل لك أي مشاكل صحية.
النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا كل الناس بتتجه لها، بالذات الناس اللي بتحصل عندهم عمليه ياس، ان هم مش عارفين يتخلصوا من وزن الزياده او الشكل اللي هم وصلوا له، وشايفين ان بعضهم بيبقى عايز نتيجه سريعه، مش متحمل ان هو يعمل دايت او ان هو يمشي على نظام غذائي او يعمل مجهود تمرين. لا، انا عايز اخش عند الدكتور يشيل اماكن معينه في جسمي، دهون زياده، عايز يتخلص من الاماكن دي. او بيروح يركب حاجه زي اسمها تكميم معده، ان هو بيمنع نفسه من الاكل عشان يزهد الشهيه بتاعته، عشان ما ياكلش، بيجبر نفسه على حاجه ان هو عشان يخس. طب احنا في حاجه مهمه في الاول عايزين نوصل لها، اللي هي ايه هو الهدف وايه الوسيله؟ الهدف ان انا اكون مبسوط، انا بخس عشان ابقى مبسوط. الوسيله ان انا اخس. مع الاسف احنا بنفكر في الوسيله وبننسى الهدف. الوسيله ان انا خسيت. بس هل انا مبسوط بعد ما خسيت؟ دي المشكله. ان انا بعد ما بعمل العمليه دي ما ببقاش مبسوط. ببقى ليه مش مبسوط؟ لان انا تخلصت من دهون في جسمي زياده، فمجرد ان انا لخبطت يوم او بمعنى اصح كده يعني لخبطت في الاكل، حصل لي حاله مرضيه، ظروف ان انا ما بخرجش، مش عارف اعمل رياضه، وزني زاد نتيجه لخبطه في الادويه الكورتيزون، فالاماكن اللي انا عملت فيها العمليه دي مش هتزيد بالطبيعه. يعني لو انا مثلا عملت عمليه في دراعي هنا اهو عشان اشيل الدهون اللي هنا، في بعض الناس عندها دراعاتها تبقى كتير جدا، فشلت الدهون اللي عند الدراع. طيب وبعد ما شلتها عملت العمليه وموتت الخلايا الدهنيه اللي هنا اللي بتخزن دهون، لو حصل ولخبطت في الاكل تاني عشان ازيد الدهون دي، ما بتطلعش هنا، المنطقه دي ما بتطلعش فيها دهون، يطلع دهون فين؟ في منطقه تانيه، هنا او هنا، فشكل الجسم لما بيزيد ما بيبقاش الشكل الطبيعي بتاعي، فبرجع اتضايق تاني. دي رقم واحد. رقم اتنين، طب لو انا عامل تكميم معده عشان امنع نفسي من الاكل عشان ابقى مبسوط بعد كده لما اخس، طب ايه اللي بيحصل؟ ما بقاش مبسوط. اولا بيبقى شهيتي مش موجوده، الحاجه اللي انا مبسوط بيها، حياتي الطبيعيه ما بعرفش امارسها كويس، ما بعرفش اكل اي حاجه، اي حاجه تخش معدتي يبقى تعبان جدا عايز ارجعها، مش قادر اكمل. شعري يقع، بضعف، ضفري اتقصف، حياتي الشخصيه كلها بتبوظ، لاني انا مبسوطه الناس كلها شايفاني ان انا خسيت، لبسي كويس، بس لما اروح البيت مبقاش مبسوطه. في ترهلات في جسمي، اضطر اوصل لعمليه تجميل ان انا اشيل الجلد، اشيل اشيل اشيل، بوصل لمرحله انا بحول جسمي بدل ما كان بني ادم طبيعي، لا دي اله وانا عمال احول فيها من حاجه لحاجه. مين اللي بيلجأ للعمليات الجراحية؟ وإيه هي شكل العمليات الجراحية؟ وهل العمليات الجراحية ليها مشاكل مبالغ فيها ولا ملهاش مشاكل؟ أولاً اللي بيلجأ للعمليات الجراحية هو شخص حاول يخس سنين وسنين ولكن ما جابش نتيجة، هو شخص البادي ماس اندكس عنده أو المعدل الكتلي عنده أو بالبلدي وزنه فوق 140 كيلو، هو شخص عنده حالة طارئة، عنده مشكلة في قلبه، مشكلة في ظهره، حاجة طارئة هتستدعي إنه يخس فورا، فلازم يخس عشان يخس بسرعة، فهنضطر إن احنا ندخله أوضة العمليات. مش أي حد محاولش إنه يعمل دايت وينظم أكله ويتعلم السلوك الصحي ويتعلم العادات الغذائية الصح وإنه يمشي على دايت ويعمل كنترول إنه هيخش أوضة العمليات، ده كلام مش منطقي. يبقى اللي هيعمل عملية هو شخص عنده حالة طارئة بيعاني من أمراض قاسية هتخليه إنه محتاج يعمل عملية عشان يخس فوراً، إنه شخص ما بيخسش على الرغم من إنه اتبع كل الأساليب الغذائية والتنظيمات الغذائية، أو إن عنده أمراض معينة مخليه محتاج فوراً إنه يخس، أو إنه يكون شخص شريحة السمنة بتاعته شريحة سمنة مفرطة، سمنة كبيرة جداً جداً جداً، فمش هيقدر انه يتغير بالدايت، وزنه 150 160 كيلو، فده لازم خلاص يروح للجراح عشان يعمل عمليه. السؤال اللي بعد كده، ايه العمليات اللي احنا بنعملها مع
الشخص اللي عنده السمنة المفرطة. العمليات دي الحقيقة أنواع، أولها تحويل المسار. تحويل المسار ده مشكلته إن إحنا يعني للأسف الشديد بينقص كمية كبيرة جدا من الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي داخل الجسم، فتحويل المسار ده يعني أسوأ أنواع العمليات، وده بيجي بعديه ضعف في العضلات، على الرغم من إن يعني الشخص بيخس جامد جدا، لكن زي ما قلنا إن كل اللي داخل الجسم خلاص مسار الهضم كله تحول، بدأ يخرج في المخرجات وطريق الفضلات ومع البراز، فالجسم ما بيلحقش يمتص كمية الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي محتاجها. فعلشان كده أول حاجة تحويل المسار من العمليات اللي بتدي نتيجة سريعة جدا في فقدان الوزن، لكن بعد كده الأطباء أو الجراحين لقوا إنه ليها مشاكل صحية، فبدأ العالم كله يبعد عن تحويل المسار نظرا للمشاكل الكبيرة اللي لقيناها مع تحويل المسار من ضعف وهزلان، وطبعا شعر بيقع وشخص بيغمى عليه كتير جدا وحاجات كتير بتنقص، ولازم انه ياخد فيتامينات طول حياته، ياخد فيتامين متعدد عشان نقص الفيتامينات اللي بتبقى عنده اللي بتعمله امساك وبتعمله مشاكل كبيره جدا وبتاثر على قلبه وبتاثر على ضغطه بعد كده. فبدا العالم يبعد عن تحويل المسار وبدا يتجه لعمليه تانيه اللي هي رقم اتنين، اللي هي تدبيس المعده وقصها. تدبيس المعدة عبارة عن إن حجم المعدة بيبقى كبير، فبيدبسوا المعدة ويخلوا حجم المعدة صغير، فيبدأ الشخص ياخد كميات أكل قليلة قوي، ما ياكلش أكل زي زمان بالكميات الكبيرة، فيبدأ الشخص يخس. هنتكلم في حاجة مهمة جدا وهي أدوية التخسيس، بيسموها كذا اسم، سبلمنت، فات بيرنر، أيا كان بقى. أدوية التخسيس دي ليها أنواع كتير جدا، وكل دكتور أو كل مدرب زي ما بنقول، في بعض الدكاترة وبعض المدربين بتتجه للحاجات دي عشان تبقى الحل السحري أو الحل السريع للعميل بتاعها. طيب إيه هي فوائد الحاجات دي وإيه أضرارها؟ طيب فوائدها ان هي بتسرع عمليه الحرق بتاعي. طب ازاي بسرعها؟ كل ادويه التخسيس او الادويه اللي فيها الفات بيرن دي بتعتمد على الكافيين العالي بيخش الجسم، وبعضها بيبقى فيها نسبه هرمون تلعب على هرمونات الجسم. طيب ده مفيد لايه؟ مفيد ان انا هوصل نتيجه سريعه. طب ايه السايد افكت او الضرر بتاعها؟ ضررها كبير جدا. اولا نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل كده، الهدف ولا الوسيلة؟ الهدف ان انا عايز ابقى مبسوط بجسمي ان انا خسيت، الوسيلة ان انا اخس. طب انا خسيت بس مش مبسوط، لان الادوية دي بتلعب في هرمون السعادة بتاع جسمي، بتخليني نيرفس، عصبي جدا، مش متقبل اي حاجة من اي حد، متضايق، متوتر، ضربات قلبي سريعة. فليه؟ ما انا ممكن اعمل ده بالتمرين، مجرد ان انا ممكن اشرب فنجان قهوه بس قبل التمرين فانا عليه ضربات قلبي، خدت جزء من العمل بتاع الدواء بتاع الحرق اللي هو بيحاول بيديني كميه كافيين عاليه جدا عشان اقعد طول اليوم ضربات قلبي عاليه فافقد جزء من وزني. طيب ايه اللي بعد كده؟ بيلعب على هرمونات الجسم، تلاقي جسمي هرموناته متغيره نتيجه ان انا هو عايز يزود هرمون التستيرون في الجسم عشان يخلي العضلات تعمل ريكفري اعلى، فبالتالي تحرق اكتر. طب انا لو واحده هزود هرمونات الجسم بتاعتي اللي هو التستيرون، هرمون الذكوره، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى مشكله بالنسبه لي جدا، هيطلع شعري زياده في جسمي، مصيبه طبعا، نبره صوتي هتتغير، كارثه. طب لو راجل هيبقى عصبي جدا، رد فعله الطبيعي مش هو،
في شغله ممكن يفقد شغله بسبب ان هو عايز يخس، يعني الهدف ان هو كان يبقى مبسوط ان هو خس، لا هيبقى مش مبسوط بقى، يبقى تعيس ان هو خس، ان هو فقد شغله، فقد حياته، اتخانق مع حد، تعصب مع حد، نتيجه انه بياخد دواء بيعصبه جدا، بينرفزه جدا. طب خطورته لو انا عندي مشاكل في القلب، هو بيعلي ضخ الدم جدا، فلو عندي مشكله في القلب هيحصل لي كارثه. لو انا عندي مرض معين ومش عارفه وما عملتش تشيك اب عليه، لازم قبل ما اخد الكلام ده كله لازم اعمل مجموعه تحاليل عاليه جدا، يعني بتاثر على الكلى، بتاثر على الكبد، فما ينفعش اخد اي حاجه الا اذا كنت متاكد ان انا سليم 100% وان الجرعه دي مناسبه لسني ولوزني 100%. مش اي حد هيقول لي خد دي هتخسسك فانا اخد دي هتخسسني، ده مش صح. دي بتخش بتعلي ضربات قلبي، بتخليني ممكن اقعد يومين ما اعرفش انام لو ما عملتش مجهود. طيب لا قدر الله انا خدت الحبايه النهارده وعايز اخش اتمرن، فجاي لي ظرف ان انا مش هتمرن، هرجع الحبايه ازاي؟ دخلت جوه دمي هرجعها ازاي؟ مين اللي بيروح يصغر المعدة سواء ان احنا نقصها او سواء ان احنا ندبسها او سواء ان احنا نعمل حزام حوالين الرنج الحلقة اللي حوالين المعدة؟ ده شكل تصغير المعدة. اللي بيلجأ لتصغير المعدة هو شخص سمنة مفرطة وشخص حجم الدون عنده كتير جدا، مش اي حد، لان كمان لما عملوا ابحاث علمية في الاونة الاخيرة لقوا ان الاشخاص اللي هي وزنها قليل شوية يعني عندها مشاكل كبيرة قوي مع قص المعدة وتصغير حجم المعدة، وهي ان هم اصلا ما بيخسوش، لانه كده كده عشان يخس هو عنده دهون قليلة وهو شريحة قليلة جدا من السمنة، فبيخس كده كده في وقت طويل. فاذا الشخص ده ولا كأنه عمل عملية. العملية الثالثة هي شفط الدهون. شفط الدهون دي برضو عشان نبقى فاهمين ان احنا الشخص بيخضع لتخدير وبيخش يشفط منطقة فيها دهون معينة، والحقيقة دي بنعملها عند مثلا البنات اللي عندها جناب عندها تمركزات دهونية مخلية الشكل مش كويس، فبيدخل الجراح يشفط حوالي لتر ونص أو 2 لتر من الدهون فيغير طبيعة الجسم ويغير الشيب. وبرضو الشخص اللي بيحتاج شفط الدهون ده هو شخص يعني عمل تنظيم وعمل رياضة ولكن المنطقة دي ما استجابتش معاه فبدأ يلجأ لشفط الدهون. الحقيقة يعني ايه مشاكل العمليات وليه الناس بتبعد عن العمليات وبتفضل التنظيم الغذائي وممارسة الرياضة؟ المشاكل ببساطة اولا هو ان العملية الكوست بتاعها كتير، عملية بتتكلف فلوس كتير، ده على سبيل المثال، لكن الدايت مش مكلف والتنظيم الغذائي مش مكلف وممارسة الرياضة مش مكلف. حتى لو بيكلفنا بعض الوقت في الأول وفي الآخر احنا بنعمل رجيم وبنغير سلوكياتنا وبنبدأ نمارس رياضة وبناخد الشكل الصحي الأحسن وبنعمل ممارسات حياتية أفضل. الحاجة التانية هو إن العمليات الناس يعني بتاخد بنج كلي وبتعمل تخدير، ودي مشكلة كبيرة جدا. التخدير بعد كده ليه مضاعفات، وفي ناس ما بينفعش ان هي يعني تتخدر لان عندها مشاكل في القلب او مشاكل في الضغط العالي قوي او مشاكل في السيولة. الناس دي كلها عندها ريسك ان هي تخش اوضه العمليات لان في مخاطر. مش اي حد يقدر يعمل العملية زي عملية قص المعدة، او ان ناس عندها مشاكل في الجهاز الهضمي زي تقرحات معدية منتشرة ما نقدرش نخش نعمل قص معدة لأن ده هيجيب مشاكل أكبر وأكبر وأكبر في قص المعدة، وده مهم جدا جدا جدا.
راجل رياضي قديم، كنت بلعب كمال اجسام، لعبت تايكوندو وفتره الجامعه، وكل الكلام ده سمعنا عنه كتير وقرينا عنه، بس انا مؤمن ان الرياضه هي اهم حاجه، لان مهما عملتي فان خلايا الجسم ممكن تكون متضخمه، ممكن ما تكشش، ممكن تقل، فبالتالي اي حاجه تعمليها ممكن ترد عليك بنتيجه عكسيه. الرياضه الوحيده اللي بتربي العضله وبتخلي الخلايا تنكمش، وبالتالي تحافظي على اطول وقت ممكن على الرشاقه اللي انت وصلت لها. يعني ممكن اكون بقالي مثلا كام سنه ما لعبتش، بس الحمد لله محتفظ بجسمي شويه، فمجرد ان انا ارجع ما باخدش تعب كتير عشان ارجع لرشاقتي القديمه. بس لكن انا مش مؤمن طبعا بالادويه والتدخل الكيميائي في الجسم والعمليات والكلام ده كله. حالات وحالات، يعني في حالات بتحتاج ان احنا بيستخدموا العمليات دي، وفي حالات يعني مش لها شرط، ممكن الفيتنس ينزل لها وزنها، تدريبات في الجيم كده، دايت كده. لا انا ضدها برضه عشان مش كلها صحيه، وبرضه يعني انا رايي الدايت احسن والفيتنس كل ده يعني اميز من الدواء بتاع التخسيس والحاجات دي. لا طبعا ضدها، مفيش احسن من الرياضه. يعني كل ممكن حاجه تبقى لها اثار جانبيه، ممكن وانت تعمل اي عمليه ممكن تحصل اي غلطه، اي مشكله من الدكتور في البنك، فكل ده ليه اثر جانبي، حتى المستقبل ليه اثر جانبي. انما الرياضه بتحسن، بتطور من صحه الواحد مع التغذيه، بتخلي الصحه كويسه. وبعدين ممارسه الرياضه معروفه من زمان ومذكوره في القران، ما بنصحش بيها خالص. مفيش احسن من انت تظبطي نظام غذائي تمشي عليه، ده بيكون لنتيجه كويسه مع ممارسه الرياضه. وطبعا انت عارف دكاتره القلب كلها بتنصح بالمشي فتره معينه حوالي نص ساعه في اليوم، كل ده بيأثر كويسه جدا على صحه البني ادم او الفرد. ما افضلهاش، انا افضل التخسيس يكون عن طريق حاجه طبيعيه، اللي هو هم ثلاث حاجات لظبط وزن الجسم وظبط كل حاجه في الجسم. اول حاجه تنظيم النوم، ثاني حاجه تنظيم مواعيد الاكل والكم بتاعه، ثالث حاجه ممارسه الرياضه، دي اهم حاجه. الثلاث حاجات دول لو حافظنا عليهم اي انسان هيبقى سليم بدنيا وسليم في كل حاجه. والله هي بتبقى مفيده لبعض الناس طبعا، يعني ما نقدرش نقول راي مطلق كده، ان هو بيدبنس على حاجات كتيره بناء على اللي يعمل العمليه نفسه. يعني في حاجه اسمها بادي ماس اندكس اكوردنج ليه، المفروض ان بنقول ان البيشنت ده او المريض ده يقدر يخس بالدايت او يقدر يخس لازم له جراحات التخسيس بس، فما نقدرش نقول راي مطلق عنها. للاسف الفتره الاخيره دي العمليات دي انتشرت جدا، والناس بقت بتستسهلها عشان طريقه سهله، يعني زي تكميم المعده وتحويل المسار والكلام ده كله. هي يعني عملت نجاح، بس برضه ده يعني مش سبب، او مش سبب كبير نقدر نقول ان هي احسن حاجه. يعني هي ما فيش احسن طبعا انك تمشي على نظام غذائي وتلعبي رياضه وكده، ان ده اكيد احسن، اكيد احسن، اي حاجه طبيعيه احسن من العمليات الجراحيه كلها. الحالات اللي احنا بنتكلم عليها اللي تستدعي عمليه او لا، انا نصيحه ممنوع نهائي، انا ما احبش العمليات خالص، ومن نفسي الناس كلها ما تعملش عمليه ولا تاخد ادويه تسرع الحرق ولا ادويه تسد النفس. بس في بعض الحالات بتبقى حالات صعبه جدا، اللي هو مش هنعرف نعمل حاجه لان وزنه عدى ال 200 وال 250، فدي حاجات لازم اتحكم فيها بعمليه الاول، وبعد كده ابتدي بنظام غذائي، بعد كده تمرين. بس دي بتبقى لازم متابعه تحت ايد دكتور، وبنعمل فيها رسم قلب وتحاليل للكلى والكبد وتحاليل دم عشان نسبه تفاقم الاصابه بتاعته او مشكلته تزيد بعد العمليه هتبقى كبيره جدا. فلازم ده يبقى ليه رعايه صحيه مختلفه خالص، مش بمزاجي، مش انا هروح النهارده انا وزني زايد 10 كيلو فانا هروح للدكتور منطقه البصل عندي زايده 2 سم هروح للدكتور يشيلهم لي. لا ده لا، لكن انا عندي منطقه جسمي زايده 50 كيلو ولا 100 كيلو زايد عن الوزن الطبيعي، ف
فلا انا رايك روح لدكتوره عشان ده هيبقى عنده مشكله على القلب من كتر الدهون اللي عنده. لازم نلحق، ده ممكن تؤدي لحاله وفاه، ممكن توصل بيه لمرحله لو ما يعرفش يخرج من البيت، رجليه وعظمه هيبقى تعبان جدا. فده حاله صحيه، ده اللي بقى بنقول عليه زي ما بيعمل اي عمليه في جسمي، تغيير كلى، تغيير عندي مشكله في القلب لازم اعمل دعامه، دي زيها زي دي، دي حاله مرضيه مش حاجه حته ان انا عايز اخس وبس، لا دي حاله مرضيه لازم اتدخل بعمليه. فدي ماشي مفيش مشكله نعمل عمليه، دي انا موافق عليها، لكن انا عندي 10 كيلو زياده، 20 كيلو زياده، 30 كيلو زياده، عادي جدا بنظام غذائي بتمرين بمجهود بدني هخس وابقى كويس جدا، مش محتاجين عمليه، مش محتاجين ادويه نسد بيها نفسنا. نبعد عن الكلام ده خالص، علشان اي حاجه هتخش هتمنعني عن الاكل احنا محتاجين الاكل جدا، هو ده زي ما بنقول البنزين اللي بيخش جسمي عشان احرق من الدهون اللي عندي. مش هعرف اتحرك من مكاني لما ادخل اكل، لو ما اكلتش مش هعرف اتحرك ومش هحرق دهون، بالعكس هفقد من عضلات جسمي، هفقد من كثافه العظم بتاع جسمي، هبقى ضعيف وهش، ويعني وايه الاضرار اللي بعد كده هتيجي؟ تساقط الشعر، اظافر، هبقى ضعيف جدا نفسيا طبعا، بعدها هبقى وحش جدا. فدي نبعد عن خالص الادويه والعمليات الا في الحالات القصوى اللي هو زياده 200 كيلو، زياده 150 كيلو، زياده 100 كيلو، دي ممكن حاجه تحت اشراف طبيب ولازم يتحط في الرعايه وتبقى فيها فتره نقاهه كبيره جدا. دي لازم يبقى طبيب اللي فيها وهو اللي بيحدد دي. فيا ريت نصيحه للناس كلها، ما حدش يتجه للعمليات او الشفط او النحت او الكلام ده خالص الا في الضروره القصوى. غير كده نتجه للرياضه احسن مع نظام غذائي. بكده نكون عرفنا ان العمليات الجراحيه حل بس مش مناسب لكل الناس. دلوقتي نكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة، نتمنى تكونوا استفدتوا، ونشوفكم في حلقة جديدة من الأهلي دايت.